خلينا نتكلم عبد الله حبيل المواطن. نعم. المخلص الوفي من الجيل الطيبين. نعم. اليوم الوضع السياسي في البلد في انتقادات كثيرة عليه. نعم. اليوم إذا بغيت أخذ رأيك أبو محمد، إيش رأيك بالوضع في البلد حاليا؟ إيش تقول؟ شوف، أنا دائما أقول لعيالي، على فكرة عيالي لما يشوفون مسرحياتي مثلا اللي فيها انتقاد للبلد والأوضاع، أقول لهم بس ها ديروا بالكم، ترى أحسن من هالبلد ما تلقون. صحيح. نعم. صحيح. هذا يجب أني أعترف فيه. طبعا. صدقني، وهذا أقولها وأنا واثق 100%. على فكرة لا عمري خذت مناقصة من الدولة ولا أحد عطاني شيء، عرف شون، والحمد لله كل شيء بمجهودي. صحيح. فضل الله أولا ومجهودي، ما حد عطاني شيء، لكن مع ذلك أقول كلمة الحق، هذه البلد الحمد لله فيها اللي من الصعب حتى تلقاه بأي دولة ثانية، الراحة البال، عرف شلون، انك تتكلم على كيفك، تنتقد بس ها تنتقد بس بدون نوايا انك تثير فتن، انك انت تنتقد حب للبلد. ابو محمد، يعني عاجبك الوضع السياسي في البلد؟ خليني اقول لك، احنا لا شك ان هناك في اخطاء، انا ما اقول لا. انا لما اسمع اشياء، اسمع مثلا والله مثل مجلس الامه يتبنى قضيه برا وينسى عندنا قضايا هنا تبناها، عندنا البدون يا اخي في مساكين، انا ما احب اقول بدون، حتى مو حلوه، انا حتى اسميهم كويتي مظلوم، ماكو، انا ما اتكلم كلهم لا، لا يهبون، في ناس ما يستحقون، بس جزء كبير يستحقون. انا اتكلم عن اللي يستحقون، ابحثوا عنهم يا اخي، سهله تلقونهم، بس حطوا لكم واحد يشتغل صح، حطوا لكم ناس تشتغل صح، تلقونهم، ايش دعوهم كم واحد يا اخي، حتى لو فرضنا يطوف منهم 20-30 ألف بالغلط، يا اخي الحمد لله احنا عندنا خير وقاعد تساعدون الدول اللي برا، ليش هذا مسكين قاعد تمرمط بالديره؟ ليش قاعد تمرمط؟ ما عنده هويه، ما عنده كذا، ليش؟ حرام، قسم بالله، انا مرات اخاف على ديرتنا من هالسوالف، لانها ما يجوز. الحمد لله ديرتنا قاعد خيراتها برا وتساعد اللي برا، وهذا شيء زين، مو ضد هذا، ترى هذا، انا اذكر ايام اول يوم من بعد الغزو انا رايح المسجد. نعم. فكانوا الشياب مساكين يبكون ودهم يتحجون خايفين. قلت لهم والله، قمت مسكت الميكروفون مال الامام مال الصلاه، قلت لهم والله الديره راجعه. قالوا ايش درى هذا؟ متى؟ اول يوم الغزو او ثاني يوم. عرفت شو؟ كنت متفائل. قلت لهم والله الديرة راجعة. قالوا ليش ايش دروك مساكين؟ قلت لهم أدري، لأن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده. الكويت تملك مؤسسات خيرية مي موجودة بأي دولة ثانية. هذه المؤسسات الخيرية العطايا اللي برا راح تخلي أمريكا وروسيا والاتحاد السوفيتي يتفقون يساعدونا. وفعلاً تعسفيت وامريكا عمرهم ما اتفقوا صح الا على قضيه الكويت. سبحان الله، يعني شوف سبحان الله، الصين عمل الخير يعني يبقى، وهذا بميزان اعمال. انا مو ضد ان الكويت تساعد، صح، انا معاه، بس الاقربون اولى بالمعروف. ايضا عط اهلك، عط قصدي، انا ما اقول الحمد لله معاشات قاعد ناخذ ظروفنا زينه، فهمت قصدي؟ شوف، في قضيه على جميع الاصعده، انا شنو قلت لك؟ قلت لك الصدق في تحمل الأمانة. نعم. هذا في كل شيء، الزوج ويا زوجته لما يربون العيال طلعوا لك جيل نظيف وجيل صحيح. جيل واعي وجيل يحب بلده، ففهمت قصد؟ مو تفكير الزوج بس متى تزوج عليها، ولا تفكيره يروح لديوانية، ولا شاف واحدة أحلى منها، لو مدارك مو هذا اللي شفتها أحلى منها في يوم من الأيام راح لو تشوفها وايد تصير مثلها تمل من وجهها. زين، ربي عيالك يا اخي، احنا قاعدين نربي عيال الناس مو عيالنا، احنا قادرين على عيالنا بسبب عيال الناس. هذه وزير بتعينه مو عيب، اهله دخله دوره 3 أشهر فتره النقل السلطه، هذه مو عيب، خلي تعلم، ما يلحق على ما يتدرب ولا شاله مره ثانيه، ايه خلي يتدرب على السلطه علشان لما يدش على وزارته مجاله، انا اتكلم مو الاعلام بس، اي وزاره، علشان لما نيجي لوزارته ما يضحكون على اللي تحت. زين، خلنا نكمل لك. ايه؟ لما تكلف واحد يسوي لك شوارع يصير عنده أمانة، لما يسوي شو شقال حصم
تمشي وطق طق 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 بردي حسب لحظة خلنا أكمل لك. والله العظيم أنا خابر البردي ينزل من فوق، ينزل من فوق فعلا بردي إذا من تحت يصعد له فوق. شنو هذا؟ بعدين غير هذا يا يبغى تنكسر الجامعة تيجي الدورية تخالفك. أجل يا جماعة توني نبدلها، تروح تبدلها يوم ثاني طول السنة طاق طاق. الدول عندها البردي بالشتاء بس، احنا البردي طول السنة. انت في فساد يعني ابو محمد؟ هذا حبيبتي يسمونه ان انت ما تضمن قبل. على فكرة بشكل عام هذا اقول لك النسبة والتناسب، ما اقول لك تشوف الجريمة من ايام قابل وهابيل. اي طبعا ما اقول احد يفهم كلام ان احنا قبل يجيني واحد يقول لي الله يا زمنكم الفن. لا احنا زمننا لان كان في صدق، كنا حوالينا كله صدق، في ناس مزينين ما اقول لا ما اقول كلنا بس مو مؤثرين.